على مدى أسابيع في برنامج جدعان اتكلمنا عن محافظة الوادي الجديد وأهمية زراعة أرضها اللي بتشغل 44% من مساحة مصر، يعني 440 ألف كيلو متر. وبعدها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القيادات الشعبية والتنفيذية بالوادي الجديد وصدرت التكلفات الرئاسية للحكومة بالتنسيق مع محافظة الوادي الجديد للنهوض بيها في شتى المجالات وخصوصا الزراعة. وكانت قمة التكلفات هي زراعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف الجديدة اللي أسواق العالم محتاجاها. وعشان كده هنقابل دلوقتي على هامش معرض فروت لوجيستيكا المهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية هي لدعم الصادرات البستانية واللي أكدت التزامها من خلال أعضائها بالمشاركة في النهوض بالقطاع الزراعي في الوادي الجديد وتأسيس شركة تضم المستثمرين الزراعيين للتوسع في زراعة النخيل من أصناف البرحي والمجدول في الوادي الجديد. وزي ما بنقول دايما أرض البلد دي مش هيزرعها غير استثماراتها الوطنية. حضرتك كنت بتقود اجتماع كبير جدا للمستثمرين مع السيد اللواء محمد الصملوط محافظ الوادي الجديد، الهدف تشجيع الناس على زراعة النخيل من المجدول والبرحي في أراضي الوادي الجديد تنفيذا لتكلفات الرئيس. تمام؟ ماذا تحقق بعد هذا الاجتماع؟ الناس دماغها راحت فين؟ اجتماعاتهم دلوقتي ايه التفكير والاتجاه؟ التفكير الأساسي ان احنا هنروح بإذن الله في نهاية هذا الشهر مجموعة كبيرة من الزراعيين والمهتمين بالشغل في البلح والتمور، وإحنا مش هدفنا بس الزراعة، الزراعة والتصنيع لتنمية منطقة الوادي الجديد. الوادي الجديد يمكن العدد السكان ما بيزيدش لأن كله بيهاجر من الوادي الجديد إلى القاهرة. إحنا عايزين الناس دي تبقى شغلها الأساسي في الوادي الجديد وتنمية الوادي الجديد. وادي الجديد بقعة كبيرة من مصر، مساحة كبيرة جدا يجب أن تستغل استغلال جيد. وأنا صراحة يعني في غاية السعادة بزيارة السيد محافظ وطرح أفكار كويسة جدا، ياريت الناس كلها تمشي عليها، ولذلك كل الناس عندها رغبة في الاستثمار في الوادي الجديد. وبإذن الله في نهاية هذا الشهر في حوالي من 40 ل 50 واحد من المهتمين هيروح. وأنا اقترحت أن احنا نعمل مش الجمعية، المزارعين نفسهم والمنتجين والمصدرين يعملوا شركة مساهمة كبيرة هناك تشمل المزارعين الصغيرين المزارعين الكبار، والإدارة تبقى إدارة موحدة ملهاش دعوة بحد، يعني فصل الإدارة عن الجمعية خالص، ملهاش دعوة بالجمعية خالص، لا دي شركة مساهمة بين صغار المزارعين وكبار المزارعين وإدارتها مستقلة، وهيتمتعوا بكل المزايا اللي قالها سيادة المحافظ بأربع سنين لحد ما تبتدي تنتج. وبعد كده نفكر عمل المصانع، مصانع التمور في العالم كله مزدهرة. حضرتك شفت ان اسرائيل بتوزع علينا في الجناح المصري كينج سليمان بلح المجدول؟ ايوه انت تقدر تعمل الكلام ده، المجدول اصلا هو امريكاني واسرائيل طورت واشتغلت، انت لازم نشتغل ونبقى خطوتنا اسرع من اللي موجوده دلوقتي، وده بيتطلب القوانين تتغير، التسهيلات للناس المزارعين. انا بشوف دايما المزارع الصغير والمزارع الكبير طالما انه بيزرع مظلوم، لكن ده اللي انا عايزه الفكر يتغير من ناحيه المزارعين جميعا، لانك انت بتزرع في صحراء ما عملية صعبة جدا. فبالنسبة للموضوع التمور احنا شغالين فيه وبندعمه وهندعم الوادي الجديد وسيادة المحافظ طالما ان عنده هذه الرغبة، احنا كمان عندنا رغبة في التطوير. جمعية هي كيف تساعد وزارة الزراعة في فتح الأسواق الجديدة؟ أسرار الأسواق دي موجودة في جمعية هي، ازاي نساعد بها الوزارة ونساعد بها المزارعين؟ وموجودة في وزارة الزراعة، بس كل اللي احنا عملنا انا قلت دي كذا مرة قدام يعني اكتر من وزير، لازم الحكومة مع القطاع الخاص يبقوا ايد واحدة في التنمية، ما ينفعش حكومة لوحدها ولا القطاع الخاص لوحده، هذا التعاون بيجيب نتائج والحمد لله جاب نتائج في فتح أسواق جديدة، لان احنا كقطاع خاص الريتم عندنا اسرع من البيروقراطيه اللي موجوده في القطاع العام او الحكومه. باشمهندس محسن خليني اسالك سؤال مهم جدا، اعضاء جمعيه هي لا يتجاوز عددهم 700 عضو سواء من كبار مزارعين او من صغار مزارعين، ازاي نستوعب الاف المزارعين في مصر اللي عندهم هدف ان هم يصدروا، ولو ضمننا ان هم بيشتغلوا للتصدير يبقى ضمننا سوق محلي خضار وفاكهه خاليه من اي ملوثات؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا قبل ما اكون اي شيء او مهندس في الزراعه او انا فلاح من صغري في المهنه دي الغربيه. ايوه
الفلاح الصغير لو شافك وانت بتنجح في حاجة وتجيب فلوس هيقلدك كوبي بالظبط من اللي انت بتعمله هو بيعمله، وده اللي حاصل سواء في العنب سواء في المحاصيل الأخرى. بيبصوا للناس دي بتعمل ايه، بيعملوا زيهم بالظبط، وبالتالي بيحصل نجاح. احنا بننشر وعي، وعي للناس كلها سواء بقايا مبيدات سواء إرشاد زراعي للناس كلها. احنا بنشتغل لمصر. أصناف النخيل الجديدة زي البرح والمجدول والسكري وعجوة المدينة كلها أصناف هترفع قيمة صادرات مصر الزراعية وهتقود مصر مرة أخرى لمقدمة التصنيف العالمي في إنتاج وتصدير التمور. والبداية من الوادي الجديد، شدوا حيلكم.